السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي المشاهدين ديولي، المشاهدات التوعية داخل الوطن وخارج الوطن، خوتي خواتاتي جمعة مباركة، والله يسهل عليكم، والله يجعل سيدي ربي يسهل عليكم ويشوف فيكم ويشوف من حالكم، واللي عنده شي أمنية يا مولانا يا الكريم في هذه الدعواشر هذه، اللهم صومنا رمضان، اللهم بلغنا شعبان وصومنا رمضان يا مولانا. الله يجعل سيدي ربي يسهل عليكم ويشوف فيكم ويشوف من حالكم. خوتي خواتاتي اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. شوفوا معايا، جبت لكم واحد الفاكهه زوينه هاي، شفتيها هاد الفاكهه خوتي، بغيت نعطيكم الفوائد ديالها ديال القوم. حنا دابا هي كندوزو، حنا هي تندوزو دابا، كيبان لنا هاد الخوخ هاد القوق عفوا كنسحبو حنا، راه ما فيه والو، ولا تنجيبوه وكننقيوه وتنحيدو ليه هادو، هاهما كنحيدو ليه هادو وكنديروه في الطاجين، كنحيدو ليه هادو، كنحيدو ليه هادو هاهما، شتينا خوتي، وكنرميوهم كنديروه معاه في الطاجين مع الجلبانه، القوق والجلبانه، راه يا سلام طبخ مغربي، احسن طاجين مغربي هو القوق والجلبانه، وما شتيش الا درتو، يا سلام الا درتو لحم الجمل، هاي 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 الا درتو لحم الجمل، راه الاكله الصافي، راه راهو كلا نيت، يا سلام هذا كترميو، هذا خوتي خواتاتي ما ترميوش هاد القوق، هذا راه مضاد الاكسده، هذا وفيه جوج انواع، هذا مضاد الاكسده وفيه جوج الاكسده، فيه جوج هادو خوتي خواتاتي، قسما بالله العلي العظيم، هي هذا اللي تياكلو وتياكلو راه زين للشرايين القلب، والله العظيم انا هي اللي هادشي، غير داكشي اللي بغيت نسهل لكم عليه الماموريه، ما باش نطور عليكم الفيديو. اما خوتي خواتاتي جيت نقول لكم على القوق، لا يعد ولا يحصى، واخا نظل نعاود ونبات نعاود ونعمر اليوتيوب ونعمر القناه وما نقاديش لكم الفوائد. دابا خوتي المشاهدين دياولي، المشاهدات التوعي، دابا هذا هو كنشدوه غير هكا، نغسلوه ونديرو عليه واحد، نعصرو عليه واحد الحويمضه ونديرو تيتسلق، كاع كلكم كتعرفوا تسلقوا، سمعتي كيتسلق تيتسلق، اللي بغى ياكل الملحه يدير الملحه، اللي ما انا كنديرو بلا ملح، انا ما معاش الملحه، الملحه راه كدير هي شاشه العظام، وتبقاو تاكلوا اخوتي هذه، تبقاو تجبدوا هكا، تبقاو تجبدوا هكا وتاكلوا، تبقاو تاكلوا اخوتي خواتاتي، والله العظيم يا اخوتي، وتعرفوا هاد القوقة شنو فيه، يا ما تفوتوش، والله ما غاليش، ما غاليش اخوتي، يا راه 10 الا طلعتي طلع 10 درهم الكيلو، هذا راه كيلو، شتي هذا راه كيلو، يا راه ما تاكلوا فيه، حق الله العظيم المشاهدين دياولي. وبغيت نقول لكم واحد القضيه اخرى، راه لا ديروه في الفريكو لا ديروه لا في الثلاجه لا والو، شوف هو دابا ملي كتنقيه كتكون فيه ديك الكحوليه بحال السفرجل، بحال السفرجل وبحال الخرشوف، راه المواد اللي كاينه في هذا هو اللي في الخرشوف هو اللي في السفرجل، كاع الفاكهه كاع الخضر اللي كتنقيها وكتلقيها تلقات ديك الكحوليه في يديك، راه عرفيها راه يا سلام راه مهمه، راه فيها ماده الاكسده، هانت تما خوتي، والله العظيم هذا ما تفوتوش، راه زوين، سلقوه هكا وكلوه، انا في الاحسن ديالي تاكلوه وتسلقوه، وملي تسلقوه المشاهدين ديالي شربوا داك الماء ديالو، شي باش قلت لكم ما ديروش كاع الملحه، شربوه صفيوه وحطوه عوضو من الصباح للصباح، شربوا كويس على الماء ديالو، حق الله العظيم اختي راه مطهر، كيطهر الكبده، كيطهر القلب، كيطهر الجسد كله 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 داخلا وخارجا، ايوا الا عندكم شي حبه ولا شي حكه وموضوع زوين الحب الشباب، ديروه في البخاخ وتبقاو ترشطو به على وجهكم، هذا داك الماء فاش سلقتو هذا، ديروه في واحد نص حويمضه بلديه وتطيبوه، وداك الماء ما تضيعوش، ما تضيعوه خوتي المشاهدين ديالي، المشاهدات التوعي ما تضيعوش، خليوه. وغادي نزيد لكم وحده اخرى، نتوما ما بغيتوش تشربوا الماء، ما بغيتوش يضيع، عادي تشدوا هادي، عادي تقطعوها من هنا ولا جوج وديرهم في الميكات، دوك الميكات فاش كنديروا الخبز، الميكات اللي كيتباعوا عند الحانوت، الميكات عاديين بيضين، وتعقدوهم وديرهم في القدره والكسكاس الا عندكم شي قدره صغيره،
فغطيهم وخليهم يفوروا. راه كيفوروا راه كيفوروا واحد التفويره، يا سلام هزوا واحد نص كاس تاع الماء خويه في الميكا وخليوه يفور 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 يفور، تلقاو طاب وحيدوه وكلوا عاد لقاو واحد شويه تاع الماء، حيت الا درتو ليه هكا راه كيبقى بالاكسده ديالو، كيبقى بالمقويات تاعو، كيبقى بالفيتامين ديالو. المشاهدين ديالي المشاهدين تاوعي خارج الوطن وداخل الوطن، سمعوا اشنو كنقول لكم، راه كنجيب لكم انا الحاجه اللي هي فيها فوائد. انا راه هذا قسما بالله الا السيده كان فيها القلب كيضرها القلب، ما كايناش هنا خارج الوطن. وقالت لي الحاجه الا عندك شي وصفه، هي كتقدم من عندي هادشي ديال الاعشاب، عارفاني كاينه في المانيا. قالت لي الحاجه قولي لي واش ما عرفتش شي حاجه، عندي القلب كيتنفخ ليا وعندي مشيت عند الطبيب وقال لي عندك الشرايين القلب. قلت لها واش عندكم سميتو، واش عندكم هذاك هذا، واش عندكم الخوخ؟ قالت لك لا عندنا حنا داير بحال الخوخ واني ماشي الخوخ. قلت لها هذا هو المشكل، دابا هذاك راه زوين. بقات جات المغرب قبل كورونا، هادشي تنقول لكم انا قبل كورونا جات المغرب في هاد الوقيته هادي، جات في شهر جوج بقات كتصاوبو تديرو، جات عندي قالت لي الحاجه اش ندير لك؟ قلت لها لا ديري لي، قسما بالله عمرها ما شافت القلب، عمرها ما شافت مرض القلب، وعمرها ما شافت مرض الشرايين. راه زوين هذا، زوين بزاف اخواتي خواتاتي المشاهدين ديالي، راه زوين ما تبخلوش عليه، ما تبخلوش عليه، ما تبخلوش عليه، ما تبخلوش عليه. هانتو ويلا بغيتي ديروها المشاهدين ديالي في القوق، القوق الا بغيتي تجيبو به الطاجين ملي تحيدو هادو ما ترميوهمش، الله يسهل عليكم. هادو ما ترميوهمش، شدوهم وسلقوهم. والله القسم الا شفت الناس كيرميوهم، قلت لهم خاصمت عليهم، قلت لهم ويلي لا ما ترميوهم. ها ملي تنقيو هذا شدوه وسلقوه وكلوه، راه غير هاد شويه اللي كاين هنا، راه واحد العلاج اللي كاين هنا، واحد سميتو اللي كاين هنا، راه يا سلام للرجال والعيالات، زوين بزاف، كيقوي المناعه، كيزين زين مقوي بزاف 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 بزاف، تنفع حتى الرجال في الضعف الجنسي، في الضعف بزاف بزاف تنفعهم حتى هما، ولا النساء ولا كلشي. ولا فيك لي غيكل تطبخي بحال هادو، طيبتيهم هادو طيبيهم وغادي تشربي الماء ديالهم، والله ما تشوفي مازال لوجه، ما تشوفيش. جربناه انا كنت كنديرو، انا كنت كنديرو، هذا هو العلاج ديالي، ها هو. غير هو خوتي المشاهدين ديالي راه ما يليقش ليكم، الله يسهل عليكم، ما يليقش ديروه في الفريكو ولا في الثلاجه ولا تدسوه ابدا، وكلوا في هاد الوقيته فاش تيكون، هاد الوقيته هادي هو فاش كيكون، هو فاش تاكلوه، راه كلشي معروف، راه المغرب كله تبارك الله وما شاء الله راه معروف. ها انتم كنقدم لكم، ها انتم واش كنعطيكم المشاهدين ديالي المشاهدات التوعي، شتي ما تبخلوش عليه اخوتي المشاهدين ديالي المشاهدات التوعي، هذا ما تبخلوش عليه، ما تبخلوش عليه علاجي، ما تبخلوش عليه، ما تبخلوش عليه اخوتي المشاهدين المشاهدات. هانتو هذا ما تحيدوش وما تبخلوش عليه، راه زوين بزاف، طبيعي فعال، كيداوي بحال الا عندك شي ميكروب في المصارن ديالك، عندك شي تتنفخ لك الكرش، كيحيد السموم، كيحيد السموم، زين المعده، زين المصران، قسما بالله الا المعده تبخو هادي وشربوها يا عمركم ما تشوفوا المعده باذن الله، وبعدوا من الادام. ماشي نتوما تمشي ديروا الوصفات وتمشيو تعطيو المعده المرضى، واحد يمشي يرقى كسكسو وزيت العود والسمن دكرش وحتى تبيض تطبيط طراح كاع دراتني المهده، دراتني المهده. بغيتي تاكل كسكسو كوليه بخضيره، كوليه بحاجه زوينه، كوليه بسميتو، بغيتي تاكلي مريقه وتعطاو اخوتي خواتاتي العود، وكلوا الخبز فيه الدقيق ديال اللي قمح يكون بالنخاله ديالو، وكون تشوفوا شربوا هذا الزيت مخيه، شربي كاس في الصباح كاس في العشيه، والله ما تشوفي المهده، المهده ما تشوفيهاش، الدوخه اللي تجيك ما تشوفيهاش، مزيان الطونسيون كيهبط الطونسيون، المهم تيدور الدوره الدمويه، المهم كيقاد كل شيء هذا. ياك سمعت اخوتي المشاهدين ديالي المشاهدات التوعي، يا سمعتوا اش كنقول لكم دابا، هذا راه دواء المعده، وكيفش الكرش بحال دابا اللي عنده الكرش كبيره، الكرش سمي فيها السمنه، هذا راه العلاج ديالها هو هذا الخرشوف، هذا هاد القوق، حيت هو راه كيولدوا الخرشوف تقريبا نيت، راه هاد القوق نيت راه بحال الخرشوف، شتي هذا راه زوين بزاف 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 بزاف،
هانتوما المشاهدين ديالي المشاهدات التوعي، جبت لكم وصفه طبيعيه فعاله، ما تبخلوش ما تبخلوش ما تبخلوش ما تبخلوش عليها، هي ما تبخلوش عليها زوينه، ما تحيد ما تخلي لك المعده، ما تخلي لك مصران، ما تخلي لك الوجع، ما تخلي لك حتى شي حاجه خوتي. ايوا هانا درت معكم عطيتكم فوائد، يا سلام وديروها وتابعوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة، جمعة مباركة المشاهدين ديالي، جمعة مباركة، بارك الله عليكم، الله يرحم لكم الميتين اللي والديه الله يرحمهم، واللي باقي حيين الله يطول لهم العمر، الله يسهل عليكم، الله يصيب لكم، واللي دخل عنده هذا الفيديو يعرف راسو راه به الله، الله يجعل صدر ربي يصيب لكم ويسهل عليكم ويجيب لكم التيسير، تلقاو اللي حل هذا التليفون. وما تنسوا ليا جيم وابوني يا بناتي يا وليداتي المشاهدين تاعي. السلام عليكم ورحمة الله.